السلام عليكم يا حج ربيع. اهلا. يا اخبارك يا حج ربيع؟ اهلا يا حمدوم. شفت ضمائر الناس اللي تغيرت يا حج ربيع؟ ضمائر الناس ايه؟ بعد بروح خد نفسك. الناس ضمائرها تغيرت يا حج ربيع. ضمائر كيف تغيرت؟ اهلاك رحت السوق امبارح اجيب لي دحش. الدحش اشتريته اسود. طب انت مالك بالدحوش؟ لا قلت لما ازل اروح بيه القرتين دل اجيب لي شوية حشيش دي شوية برسيم شوية صبة. هتعبي قصب السنة دياك؟ اها قلت زي كده يعني. قلت اعبي لي شوية قصب حتى الواحد يتمعيش. المعايش نايمة حق ربيع. والله جدع يا ولدي. ربيع نعمال. جدع كله خير. اما حاجة ما تمدش يدك لحد. لا يا حق ربيع. ولو اشرب من عرق جبينك. فروحت السوق امبارح جبت لي دحش اسود. اه. فالدحش زي ما تقول سخن. جاتو سخانه؟ جاتو سخانه، كانت نظر والله طيني الناس ما سيباش حد في حاله يا حاج. والله اللقمه فد اليتيم عجبه. ابي تقول لا كان. طب كان كبت له شويه ميه مسقعه. ما العله ما فيش حنفيه في البيت. انت لسه ما وجدت لك شطرك؟ ولا حتى ثلاجه يا حاج ربيع. ربنا يديك يا ولدي. امين يا رب. ربنا يديك يا ولدي ويدي كل محتاج يا رب. توقف مع الغلابه ربنا يا رب. امين يا رب. فالمهم يا حاج ربيع. طب كان وديته الترع، نزلته في الترع. رحت وديت الترعه. ها؟ جبت صابونة غشيمة دي اللي بيغسلوا بها المواعين. صابونة غسيل؟ صابونة غسيل دي اللي بيغسلوا بها المواعين. اه. وخدت له ليفة قرن ليف من النخل. ورحت بالترعة رغيت الليفة زي كده بالصابونة. كل ما مشي لمازل الليفة على ظهر الدحش ألقاها بيضت. يا دي يا اخوي ده. بيضت؟ بيضت. الدحش الأسود بيبيض؟ الدحش الأسود. حتى الغش بقي في الحمير يا حق ربيع. كيف بيض ياد؟ ابي تقول لك انا هالضمائر تغيرت. هاد الدوق حمار اسود غسلته بقى ابيض؟ يا بلاوي. طيب شفت كده؟ من قلة المعايش الناس حتى الدحش غشوه، الدحش ابيض خلوه اسود يا حج ربيع. عشان الناس بتحب بتعشق اللون الاسود، كل يقول لك اروح اجيب لي حمار الاسود ده بيسموه لونه اخضر. بس يقول لك اجيب لي حمار اخضر. وانت اشتريته على اساس حمار اخضر لقيته ابيض في الاخر لما غسلته. اشتريته اخضر مسود كده مدي سواد لقيته ابيض. طيب شفتوا عزيز ربنا يكرمهم. ولا الواحد انا لما بشتري بقره باخذ معي عساس يعسه. ده ما عندهمش دي. ده يحط الدق ده على ديل هيمسك ديل البقره من ورا. اقول له دي عشر يقول لي عشر. عشر كام شهر يقول لي والله اربعه وده الخامس. ماسك ديلها من ورا. ما بقول لك الناس ضميرها تغير يا حج ربيع. انا خدت قبل كده بقره على اساس خمس شهور. قلت هتاخذ لها اربعه وقعدت عندي سنه في البيت ما ولدش. وما ولدتش. رحت جبت العساس. بقول له انا مشتريها دي. قالوا لي اربعه وده الخامس. قال لي انت كان حاطط الدو فين؟ قال لما اشترى. قلت له كان حاطط الدو على ديلها من ورا. قال لي ما بيقول لك اربع رجلين والديل الخامس. اربع رجلين. كي؟ قال لي والله هو حلف وصادق. وبيقول لك اربع رجلين والديل الخامس. ما قال لكش هو خمس شهور. حتى الغش في اللي في البقر. والله العظيم التجار اللي ما عندي هدين دي. اما ليه بيتخرب بيوتها التجار هي؟ ليه بتخسر يبقى عليها بالمليون؟ من الغش. من الغش. والجزارين اللي ما عندهاش دين تذبح لك ثلاث بهايم نتي ويجيب له ربع واحد بالذكر. لو ذبحوا ده في جزارين بيذبحوا العجل يفرقوه على بعض. يوقف لك كده فخده من العجل وثلاثه ورا نتي. روح تقطع ما يقطع لكش من اللي في الواجهه. يقطع من ربع اللي ورا منه. ايوه يا حج ربيع. تقول له عاوز دي يقول لك اصبر بس انا حوكلك لحمه. انا حوكلك. ما هالضمائر تغيرت يا حج ربيع. بقول لك الدحش ساعه ما اشتريته من السوق يا حج ربيع تقول صاروخ اول ما ركبته. تقول مدل حقن السرعه والله حط له شويه بنزين. ده موكلينه شطه. تبي تقول لا كان ده وكلوه شطه زدان. ثاني يوم لقيت لك الدحش لما زم بيموت. اروح اسبحه في الترعه بدل ما اسود القى ابيض. عمال قلت يا اخوانا مال طلع لي دحش البحر زي ما بيقولوا كلب البحر. لقيت دحش البحر. ده انا كنت حطوك بساكت يا حاج. اتخلعت انت. اتخلعت. قلت يا ربي انا طول عمري بسمع في حاجه اسمها كلب البحر. طب في دحش البحر؟ انا عارفها. قلت مال طلع لي دحش البحر بدل ما كلب البحر. طيب شايفين الناس الطيبه دي يا اولاد؟ ابي تقول لا شايفين طيبه القلوب. والله انت راجل طيب. ما كبايرك كانوا غلابه وطيبين يا ولدي عليهم رحمه الله. ابويا قال لي يا ولدي خد بالك من الزمان. ابويا قال لي يا ولدي خد بالك من الزمان. نفسي بيغني والله. انت حته من كبدي
والناس ما ليها امان. هذا صحيح. اقرب ملك يبعوك في الزنقة يسبوك، لو بتضحك يبكوك، يبلغ قلبك احزان. ابويا قال لي يا ولدي، شفت يا حاج ربيع عليه رحمة الله، ابوك كان راجل من الناس الطيبة، قال لك المثل الملهوش كبير اشتري له كبير. اشتري له كبير يا ولدي، الحمد لله رب العالمين. الكبير ربك يا ولدي، الضمائر اتغيرت يا حاج ربيع زي بعضه. ممكن اطلب منك حاجة؟ اتفضل يا حاج ربيع. لوجه الله سامحه اللي عمل فيك كده. زي بعض يا حاج ربيع. يلا يمكن مع عيال، سامحه لوجه الله. يلا الحمد لله ربنا بيسامح. سامحه يعني ربنا بيسامح، مش العبد يا حاج ربيع. بس كده، شو ربنا ان شاء الله حيك